طبعا واضح جدا اهتمام الجماهير بيكم ودعمكم عن اي منتخب تاني. ايه اللي بيميز منتخب اليد عن باقي المنتخبات فمدي الاحساس ده للجمهور؟ بص دي يعني دي حاجه طبعا يعني هو القتال في الملعب، يعني انا شايف ان هي منظومه من انجح يعني من انجح منظومه في الرياضه في الالعاب الجماعيه في مصر تقريبا، محققه بارقامها كانجازات. مثلا احنا داخلين اولمبياد واخدين رابع اولمبياد، يعني اول فريق عربي افريقي اصلا يوصل للادوار دي، عاملين ماتشات عالميه فالناس متابعانا، شايفه ان انت ممكن تنافس، انت بتنافس بتلعب المانيا بتكسبها، بتلعب السويد تكسبها، الناس دخلت بدات تعرف ان في لعيبه محترفه بدات وفي لعيبه محليه كويسه جدا ممكن تحترف، فالناس شافت النتائج بتاعتك وشافت ادائك اصلا مع الفرق اوروبا اللي هي اقوى فرق في العالم، خلاهم يحترموا اللعبه دي ولازم ويتفرجوا عليها ويشوف انت ممكن تعمل ايه وممكن تكسب ايه وتوصل لايه. بمناسبه الاولمبياد، اولمبياد طوكيو مصر حققت مركز رابع، طبعا ناس كتير شايفاه انجاز، في نفس الوقت ناس كتير شايفه ان احنا كان في ايدينا خلاص ميداليه برونزيه زي ما لسه قايل، كسبانين المانيا وكسبانين السويد وبنلعب باداء كويس. شايفه انجاز ولا خساره للميداليه؟ هو انجاز ان انت اول فريق يوصل للليفل ده، وخساره ان احنا كان هو الماتش كان قريب، بس هي الرياضه كده يعني انت مكسب وخساره، انت بتلعب على اقل اخطاء عشان تكسب واللي قدامك نفس الكلام بيلعب على اقل اخطاء عشان يكسب، وانت تلعب فريق يعني بتلعب منتخب اسبانيا اللي انت اصلا بتلعب بالسيستم بتاعها بقالك 3 سنين مع باروندو، هو بيلعبوا بيه طول حياتهم فهم عارفين الثغرات وانت بتدور على الثغرات. الماتش كان في الملعب بس هو اخطاءه قليله عنك فهو كسب، فبالنسبه لنا كانت خساره لان الماتش كان قريب، يعني هو الماتش خلص 33 31 فاللي هو يعني لا في الملعب كانت الكره معانا راحوا ضيعناها وراحوا جابوا الجون الفرق 2 ف نصيب يعني. طب هو في لغز كبير كده في تاريخ منتخب اليد ان هو دايما يعني بنعمل حاجه في البطوله اللي بعديها بنعمل عكسها، يعني في بطوله العالم خسرنا من السويد ده اللي صعب مشوارنا في بقيه البطوله، في الاولمبياد كسبناها يعني مستريح نقدر نقول فرق 5، فده بيبقى ايه يعني مش مصدقين نفسنا ان احنا هنقدر نعمل ده خالص كده. زي ما قلت لك من شويه كده انه ده تحضير يعني عادي جدا، وارد ان انا انزل ماتش ابقى داي اوف، وارد ابقى نازل يعني كل الفرقه موفقه، هو ممكن يحصل حاجه زي كده. احنا في اولمبياد مثلا الفرقه كلها كانت موفقه والسكور فتح وكنا كسبانين مرتاح والماتش فاز يعني وصل 5-6 تقريبا، وفرق سويد يعني اقوى فرق العالم جاي مثلا في ماتش في كاس العالم انت الماتش ايكوال مش عارف تكسر وبتروح بانفراداته بتضيع، هو هي دي بس الفكره ان انت التوفيق والتحضير، احنا بنبقى محضرين كويس بس هو التوفيق عامل التوفيق ممكن ما يبقاش معاك اليوم ده بس. طب في دورة البحر المتوسط يمكن احنا خسرنا في طوكيو، خسرنا من اسبانيا فرق 2 زي ما بتقول، هجمة هنتعادل اتقلبت بفرق 2، البحر المتوسط مش بالفريق الاساسي قوي بتاع اسبانيا وكنا فارقين فرق اكتر من 5، فجأة الموضوع اتقلب وخسرنا النهائي، برضو ده شايفه ايه؟ توفيق برضو ولا هو دي يعني دي طبيعي. بص هو الرياضه كده كده مكسب وخساره، الموضوع ما فيهوش ان حد قصد ان انت تخسر او حد قصد ان انت تكسب، الموضوع مش كده خالص، بس هو كفرقه اسبانيا اللي كان واقف معاهم مدرب اسبانيا بتاع الدرجه الاولى فيهم 4-5 لعيبه بيلعبوا في الدرجه الاولى وبقيه اللعيبه بتتمرن بنفس السيستم بتاع اسبانيا، فهو ملوش علاقه ان انت بتلاعب لعيبه صغيره اصلا او لعيبه اللي هو البي تي مثلا زي ما الناس بتقول، لا الناس دي كلها بيتمرنوا مع بعض بنفس السيستم بنفس الكواليتي بنفس كل حاجه، هي قصه سيستم بالظبط، هو هم الناس نازله الملعب عارف ده مهامه ايه في الحته دي، كل واحد عارف هو بيعمل ايه. احنا كنا فرق 5 مثلا واتطرد مننا سند ورابع كار على طول في نفس الهجمه فبقينا 4 لعيبه وهم بقوا 6 وفرق 5 لينا بالظبط، بقى فرق 1 في دقيقتين، فهو انت ده موقف في الملعب هتعمل فيه ايه؟